ارحب يا هلال اهلا اهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الصائمون والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم اليوم مجددا في مائدة رمضان المبارك وفي حلقات الرمضانية التي يقدمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للمسلمين عبر الفضائية التشادية، التلفزيون الوطني التشادي. وفي هذا تعلمون أن رمضان خيره كثير، ورمضان يأتي في السنة مرة واحدة، 11 شهر، 11 شهر نحن نأكل ونشرب وما ملزمين بأي شيء. ما في إنسان ملزم أن يصوم إلا التطوع، لكن الشهر الوحيد وهو شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى يكلف عباده بالصوم. وهذا الصوم هو له من المزايا والفوائد الكثيرة تتعلق بالدنيا، وبعض منها يتعلق بالآخرة. ومما يتعلق بالدنيا، تلقى في أيام رمضان الأكل يبقى متزن، أوقات الأكل معروفة والناس بتناول في وقت معين ويتوقف عن الأكل في وقت معين. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي قنن لنا هذه، وضع لنا هذه الأوقات والمواعيد للصوم والإفطار. ومن فوائد الدنيا، تلقى الناس في رمضان حتى المرضى، المرض ده بيقل ويخف. والناس في رمضان تلقى المستشفيات خفيفة جدا من المرضى، ما يكون في أمراض كثيرة. وفي رمضان من الأشياء الكثيرة التي توجد في رمضان، تلقى حتى اقتصاديا يكون إسراف ما يكون كبير بالنسبة، يعني الأشياء اللي بنصرفوه في أيام اللينا فاطرين في رمضان يكون أقل منه بكثير. ده من ناحية اقتصادية ممكن يكون الناس مستفيدين، لأن صرفهم يكون أقل من الصرف لو كانوا فاطرين. النقطة الثالثة، الإنسان الصائم بعض الناس أغنياء عندهم أموال، وكدار أن أخوانه المسلمين الفقراء في طول حياتهم جوع وجيعانين. رمضان ما رمضان كلهم جيعانين، ده ممكن الزول الغني اللي هو ما بيجوع في أيام الماء، أيام الصوم ده، يتذكر أن أخوانه الفقراء والمساكين والمحتاجين في أيام حياتهم كلهم جيعانين وتعبانين، عشان كده يبسط لهم من المال ده ويساويهم في رمضان ويديهم. الشيء المطلوب من الإنسان ده عشان يساوي أخوانه وجيرانه بشغل اللي هو عنده،
الله ما بيكلفها في شيء اللي هو ما عنده، لا في شغل اللي هو عنده. فده يعني لازم يكون الإنسان يتفكر في هذا. ومن الأشياء الملموسة كلنا نعرفها أن رمضان إذا كان جاء من خيرات وفضائل في الدنيا ده، ترى كل الكمسريات فاضية ما عندها ناس، كمسرية فاضية ما عندها ناس، ناس متقاسمين ما في ناس، خصومات تبقى بين الناس ما في. وفي محل الشريعة في اللجنة الإسلامية أيضا تلقى ما في ناس، وده دليل على أن رمضان ده كل الأشياء الما كويسة تقتفي ما تكون تنشاف. فدي فائدة كبيرة بالنسبة للإنسان في هذه الحياة وفي هذه الدنيا. وكذلك رمضان ده إخواني رغم أن تارة نجي في طقس حار وفي جو حار شديد، لكن تجربة للإنسان، تجربة إيمانيات الإنسان، أن الإنسان كيف في دينه قوي ولا ما قوي. إذا كان الإنسان في دينه ما قوي ممكن يفطر، يقول الجو حار وساخن يفطر، لكن الإنسان إذا كان إيمانه قوي والسخانة دي بس فقط ما تؤدي إلى ضرر في نفسه، ما تؤدي إلى موت، وده بس يعني هو بالسخانة دي يتحملها إلى ما يكمل 30 يوم، وده يكون طبيعيا وحقيقة يكون إنسان سوى تجربة كبيرة لإيمانه ذاتك، راسق ولا ما راسق، قوي ولا ما قوي، يعني منسع لأوامر الله ولا ما منسع لأوامر الله. دي امتحان وتجربة، والمسلمون في هذا البلد ناجحون في هذه التجربة. تلقى حتى الناس الما ملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى في رمضان ملتزمين، وحتى تلقى الناس الما بينسجموا مع المساجد في أيام رمضان تلقاهم في المساجد وهكذا. فدي كل لك أشياء طيبة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري، وهو حديث يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، حيث يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنسان قام رمضان، وقيام رمضان معنى قمت في كل شيء، صليت التراويح هو قيام رمضان، أعطيت الصدقات أنت أقمت رمضان، ذكرت الله أنت أقمت رمضان، قرأت القرآن أنت أقمت رمضان، ساويت من هو دونك في الدنيا نعم أنت أقمت رمضان، أحسنت لغيرك أنت أقمت رمضان. فلذلك من قام رمضان إيمانا منه بوجوبه، إيمانا بوجوب رمضان وبقيامه، واحتسابا كمان وطالبا أجر من الله، يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على هذا العمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. فربنا يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لإمام أحمد في المسند يقول: وما تأخر، زاد وكلمة وما تأخر. وإمام النسائي في سنن الكبرى أيضا قال: وما تأخر. إذن هذه الزيادة جاءت على رواية الإمام البخاري ومسلم بكلمة وما تأخر، رواها أحمد بن حنبل في مسنده، والإمام النسائي ليس في المجتبى ولكن في السنن الكبرى روى وما تأخر، يعني ده فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني ذنوبك دي بسبب أنه أنت قمت رمضان وامتثلت أمر الله سبحانه وتعالى من الصيام ومن كل ما أنت مطالب به قمت به، فربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك وذنوب دي كل التي تقدمت، وكذلك المتأخرة التي تأتي تقع مغفورة. هذا يعني لا يوجد لأي أمة من الأمم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: كنتم خير أمة أخرجا للناس تؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الكلام ده دل على أن هذه الأمة أمة رشيدة جدا وأمة طيبة جدا وأمة تمتاز بكل الامتيازات التي
امتاز بها نبيها ورسولها، رسول الأمة ورسول الناس جميعا ورسول كل الإنسانية كلها، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن سعداء جدا حيث ننتمي بأفضل رسول، ننتمي إلى أفضل رسول وإلى أفضل نبي جاء بكل البينات وجاء بكل هذه الفضائل التي يتمتع بها الناس اليوم والأمة الإسلامية إذا ما تمسكت بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لا يأتيها المكروه ولا تقع في أي انزلاق من الانزلاقات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالقرآن. لابد أن نعلم الأطفال والإيال، نحفزهم القرآن ونعلمهم القرآن ونعلمهم سنن الدين ونعلمهم الآداب ونعلمهم حتى يعرفوا غدا يكونوا مسؤولون مما تركه أجدادهم وآباؤهم من هذه المهمة وهذا الإرث الكبير من الدنيا والدين. هذا ينبغي أن يكون ذلك، حتى لا نهيئ الأطفال للدنيا وحدها، لا، نؤهلهم للدنيا وكذلك نعيلهم للآخرة وكذلك للدنيا، ليكونوا رجال مستقبل، ليكونوا كادر في هذا البلد، وليكونوا رجال ونساء تحملون المسؤولية بعد آبائهم، حتى لا يكونوا يعني فاشلين في نفوسهم وفاشلين في المجتمع، فاشلين في الدنيا وفاشلين في الآخرة. هذا لا ينبغي أن نترك الجيل هكذا، وينبغي أن نعمل جاهدين ونعمل سائيين في إنجاه هذا الذي نقوله. وإخوتي اليوم نحن أدينا أياما من رمضان، وهذه الأيام التي نؤديها في رمضان لا شك أن رأيتم فيها الخير الكثير، وهذا الخير الكثير هو من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمنا والذي وجهنا على هذا العمل. ونحن في جاد لا نشك أن المسلمين ممتازون جدا في رمضان، وفلتكون هذه الصفات والخصال الطيبة التي نراها في رمضان فلنعكسها في أيام الدهر كلها. ولذا تجد في رمضان كل الرجال والنساء وحتى التحجد، ترى الناس ليلا يتركون النوم ويتركون الراحة ويتركون كل شيء ويصحبون إلى المساجد من أن يصلوا صلاة التحجد، وهذا أمل يدل على أن الناس قلوبهم تمتلئ إيمانا وتمتلئ روحانيات في رمضان. ولذلك هذا الإيمان العظيم القائم والمجسد في روح الإنسان وفي جسم الإنسان هو الذي يحرك الإنسان، وهو الدافع الأساسي للإنسان حتى يترك النوم ليصلي في بيته أو في المسجد. لكن الأولى والأحسن والأفضل للإنسان بالنسبة لصلاة التهجد أن يتهجد في بيته أولا، هذا هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأولى، لأن في ذلك عندما يكون في المنزل يكون أستر أكثر، وربما في المنزل يحس أهل بيته يقومون معه ليصلوا جماعة أو فرادة، هذا خير وهذا أحسن وأولى وأفضل. ولكن لو ذهب إلى المسجد وسلم على الناس، نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل للجميع. إخوتي، وفي هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أقدم الشكر الجزيل لوزير الإعلام وجميع المدراء في التلفزيون في وزارة الإعلام، وكذلك كل الطاقم بمختلف تخصصاتهم وأعمالهم، نشكرهم جميعا على نقلهم
لكل الحلقات الرمضانية والتوجيهات الرمضانية التي تصدر من علماء في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. نشكرهم على هذا الجهد الكبير، وسائلين الله سبحانه وتعالى أن يمتعهم بالصحة وأن يمتعهم بالقوة روح العمل، وأن يمتعهم في هذه الحياة وأن تكون أعمارهم طويلة ليقدموا عملا أكثر وجزيلا لهذا البلد تشاد. وسائلين المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين عموما، وخصوصا من يجاورنا في من الجيران، من الجيران كلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبسط لنا العافية، كلنا أمل إن شاء الله، ونلتقي معكم في حلقة أخرى وفي برنامج آخر رمضاني. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا.